بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 2، وكان كلامنا اخر مره عن قصه خاطئ كورنثوس. القصه دي من القصص المفيده جدا في فهم دور الكنيسه ودور الرعايه ودور الاب الروحي في خلاص الإنسان التائب. يعني الراجل ده الشاب ده لما وقع في الزنا ومعلمنا بولس خد موقف في كورنثوس الأولى، كان موقف شديد أقرب إلى الحرم والفرز من الكنيسة. بعد كده لما تاب لقينا معلمنا بولس موقفه اتغير جدا وبيشجع قبوله في الكنيسة وفرحان بتوبته وقبل طلب الناس اللي بيقولوا له ممكن نقبله ممكن يرجع الكنيسة تاني، وقال في كلام جميل قوي. هنا يبان ان الكنيسة امتى تشد وامتى ترخي. ممكن الكنيسة تشد لما تكون خايفة على اولادها، فقال في كورنثوس الاولى اعزلوا الخبيث من بينكم، ده هيبقى سبب انتشار للشر في مجتمع الكنيسة، فكان الموقف شديد وحاسم. إنما إذا كان تايب وصادق في توبته يبقى نفتح له حضن الكنيسة ونفرح به ونفرح بتوبته ويدخل تاني الكنيسة. فالقصة لما تقروها في كورنثوس الأولى وتكملوها من كورنثوس الثانية تكتمل، وهي قصة مفرحة جدا. إن مهما الإنسان انحرف طول ما له علاقة بالكنيسة بيرجع الكنيسة يبقى في رجاء من توبته. إنما بعيد عن الكنيسة زي ما علمونا الأباء لا خلاص خارج الكنيسة. لو هو مشي بدماغه ولوحده وبدون رعاية روحية ممكن يهلك. فنقرأ تاني من عدد 5:2-5 عشان أفكركم باللي وقفنا عنده. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني، بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم، هل أنتم طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به، إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل الأفكار. يقول كم تعليق تاني على الجزء ده. بيقول لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم. تزكيتكم يعني إيه؟ يعني عاوز أعرف انتوا قد ايه بتسمعوا كلام وقد ايه بتخضعوا، هل انتم طائعون في كل شيء. الحقيقة هم سمعوا كلام، لما قال لهم افرزوه من الكنيسة فعلا ما سمحولوش بدخول الكنيسة او التناول، وبعدين لما بيقول لهم اقبلوه هم ما صدقوا طبعا، فرحانين يقبلوه. فقال لهم انا كنت عاوز اعرف موقفكم لاني اعتبرتكم كلكم مسؤولين معاه. لو تذكروا في كورنثوس الأولى قال لهم كنت فاكر كلكم بتنوحوا عليه ومعاه، لأن خطيته دي كلكم مسؤولين عنها. لو مجتمع الكنيسة كله طاهر ونقي وكلكم تفتقدوا بعض وتخافوا على بعض ما كانش اللي حصل حصل، فكان بيشد عليهم كلهم بسبب هذا الخاطئ. فقال أنا فرحان أن أنتم بتسمعوا الكلام، فاللي أنتم سامحينه أنا مسامحه. برضو تلاحظوا هنا انه بيقبل فكرة شفاعتهم عنه او طلبتهم من اجله، لما بيقول ان كنت قد سامحت بشيء فمن اجلكم. يعني هم بيترجوه ممكن تسامحوا، قال لهم خلاص انا مسامحه عشان خاطركم، لان واضح ان هم حبوه واشفقوا عليه. ولما فعلا قدم توبة حقيقية طلبوا من بولس بعتوله قالوا له ممكن يدخل الكنيسة تاني ممكن نقبل وسطينا، فقال قد إن كنت قد سامحت فمن أجلكم. هنا يبان الدالة
اللي بين الشعب وبين رعيه وبين الناس وبين بعضها وإحساس المسؤولية المتبادل بحضرة المسيح، لئلا يكون الكلام مرتبط بهوى الشخص. يقول أنا لما بسامح بحضرة المسيح يعني إيه؟ يعني حسب تعاليم ربنا يسوع له المجد، الشخص التائب يقبل، إن كان لكن الشخص غير التائب لا يسمح له بالتناول. إن كان مصر على خطيته وعنيد ومش عاوز يتوب خلاص يفضل بر. فبحضرة المسيح له المجد يعني إيه؟ يعني إحنا جوه المسيح وإحنا بنحكم، إن كان حكم الحرم كان داخل المسيح وحكم القبول أيضا بحضرة المسيح. كأنه بيقول بروح الصلاة بالروح القدس اللي فينا إحنا بناخد القرارات، ما هياش قرارات عشوائية ولا عقلانية، دي قرارات روحية بتؤخذ بحكمة روحية بحضرة المسيح. لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل الأفكار. أظن إحنا تكلمنا في الموضوع ده أن الشيطان بيطمع فينا. يطمع فينا يعني إيه؟ ما الشيطان عنده كتير، عنده شياطين كتير، لكن يطمع فينا يعني عاوز يهلك البشر. فالأول يعرض على الشاب خطية زنا، لما يقع فيها يجي شيطان تاني يعرض عليه إيه؟ خطية يأس. فشطان يسلم لشطان، هما الشياطين مفهومش ميزة إلا حاجة واحدة بس اللي قال عنها ربنا يسوع له المجد، مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، فلو انقسم الشيطان على ذاته كانت مملكته خربت. إنما الشياطين يتفهموا مع بعض، الشياطين يلعبوا مع بعض ويمسكوا الإنسان كده يرموه لبعض. فشيطان الشهوة لما يغلب واحد يقول له خلاص أنا مسوهولك، هو دلوقتي واقع في صغر نفس وحاسس أنه أجرم، يقول لشيطان اليأس إيه؟ استلمه كمل عليه، قل له مفيش فايدة، أنت رايح جهنم، كملها بقى واغلط أكتر وأكتر، ما خلاص ما عادش فيه خلاص، بس مش شيطان اليأس. فبيقول لألا يطمع فينا الشيطان. أكتر من كده لو واحد من دول هلك أو يعني الشيطان استلمه، يجي شاب تاني يغلط يقول بس أنا عرفت آخرها، الكنيسة بتحرم اللي بيغلطوا الغلطة دي، يبقى أنا كده ضعت، خليني أغلط أكتر، وتبقى إيه؟ الشيطان كسب واحد كمان. فبيقول لأننا لا نجهل أفكاره. طب وهي شطارة إن الواحد يعرف أفكار الشيطان؟ هي شطارة من ناحية إن إحنا نتوعى عشان ما نقعش. الشيطان له حيل كتير، له حيل. يعني الشيطان لما جه للحية كان محتال، عشان كده ربنا يسوع له المجد في إنجيل يوحنا 8 قال ده الكذاب وأبو الكذاب الشيطان ده. فيجي الحواء يقول لا أحقا قال الله لا تأكل من شجر الجنة؟ طب ما أنت كذاب، أنت عارف أن ربنا قال غير كده، قال كل زي ما أنتوا عاوزين ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. وبعدين تقول له لا أبدا، ده قال ناكل زي ما احنا عاوزين بس بلاش الشجرة دي، لو كنا منها نموت. قال لها إيه؟ لن تموت. كذاب. فهو الواحد لازم يبقى عارف أفكار الشيطان بتيجي إزاي. الشيطان يحاربنا كتير بالفكر، أي خطية بتسبقها فكرة، يجي في ودن الواحد كده أو في فكره يقول له مثلا إيه؟ اكذب خليك تطلع منها، ولو كذب يبقى تبع الشيطان لأن الشيطان اسمه أبو الكذاب، فكده يبقى تبعه. أو يقول له إيه؟ ما تخافش من كلام ربنا، ما ناس غلطت ما حصل لهاش حاجة، ده كلام شياطين. أو يقول له خد حقك، انتقم لكرامتك، ما تبقاش غشيم، ما تبقاش ضعيف، سيبك من الكلام بتاع زمان الخد التاني ده، ده كلام نظري. لأننا لا نجهل أفكار. الإنسان الروحي عارف أن الشيطان بيجيب أفكار غلط، فيبقى واعي وحريص. معلمنا بولس وهو يصارع الشيطان دائما وخايف على أولاده بيقول أنا كنت عامل حسابي أن الشاب ده أنا مستنيه بس يتوب، أول ما يبتدي يتوب أنا هاخده في حضني وهطبطب عليه وهشجعه جدا، لأني عارف كويس الشيطان بيعمل إيه في الناس دول، بيبقى على طول بيدخلهم في أفكار صغر نفسه وأفكار يأس وأفكار إحساس أنه مفيش فايدة، فكان لازم بسرعة نلحقه. حكمة كبيرة. يقول لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لنجهل أفكاره. يحكي عن راهب بسيط كتب كده،
يقول في يوم بتحارب بيجي شطان في ودني اليمين يقول لي ايه، انت احسن راهب، انت مفيش زيك، انت بتصلي وبتسهر. وبعد شوية يجي راهب تاني، تاني يوم في ودن الشمال يقول له انت راهب ضايع، انت ما بتعملش حاجة، انت كسلان. فقال بعد كده اتعلمت حاجة جميلة، لما يجي الراهب يقول لي، لما يجي الشيطان يقول في ودني انت كويس قوي مفيش زيك، اقول له لسه اخوك كان بيقول لي انت ضايع ومش نافع. ولما يجي الشيطان يقول له انت مش نافع وانت ضعيف وانت فين في القديسين، يقول له لسه كان اخوك بيقول لي انت كويس قوي مفيش زيك. فبقى يقول اضرب الشيطان بخوه بالشيطان، لان هو افكاره كلها غلط، عاوز يديك فكر كبرياء وعاوز يديك الفكر اللي عكسه كمان. ساعة يقول لك انت احسن واحد، وساعة يقول لك انت اوحش واحد، وانت لا احسن واحد ولا اوحش واحد، فلاننا لا نجهل افكار. ولكن لما جئت الى ترواس لاجل الانجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي، لكن ودعتهم فخرجت الى مقدونيا. يعني ايه؟ هو اللي عرفه الاخبار، اخبار توبة الاخ ده واخبار ان الكنيسة كلها بتصلي وبتقول له يا معلمنا بولس من فضلك اديله الحل يرجع الكنيسة تاني. قال انا اصلي كنت قلقان، فكنت رايح ترواس في السكة المقدونية، ربنا فتح لي باب للخدمة، حاجة حلوة، بس ما كنتش مرتاح برضه، عاوز اعرف اخباركم ايه. كان تيتوس خد الرسالة اللي فات وراح وجايب له الأخبار وقابله في مقدونيا، فلما قابله في مقدونيا فرح جدا بأخباره واطمن جدا على توبتهم وشفاعتهم في الأخ ده وتوبة هذا الأخ ذاته، فكان سعيد جدا. فبيقول أنا لما كنت في ترواس في السكة بالرغم أن ربنا فتح لي باب للخدمة، شوفوا برضو التعبير، انفتح لي باب في الرب، زي ما قلنا قبل كده معلمنا بولس ما بيعتبرش الكرازة شطارة، الكرازة نعمة من ربنا، ربنا بيفتح الباب، يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. فربنا يفتح الباب يحس أن الناس بتقبل الكلام بسهولة وبتدخل في الإيمان بحماس شديد، وربنا كأنه بيحرك الواحد بيزق زق. وفي أماكن يقول منعنا الروح ما سمح لناش أن احنا ندخل البلد. فافترواس فتح باب، انما هو كان في حتة نقصان لانه الان على كنيسة كورنثوس، خايف على الناس دول، كان عندهم تعليم غلط كتير وكان عندهم بدايات بدع وكان عندهم خطأ كورنثوس، عاوز يطمن يا ترى تأثروا بالرسالة وتابوا ولا لا. فبيقول لما جئت الى ترواس لاجل انجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي. الظاهر هو كان متفق مع تيتوس يجيله بسرعة على ترواس، ما كانش لحق لسه. فبيقول أنا ما كنتش لسه اطمنت، ولكن ودعتهم، ساب ترواس بسرعة وطلع على مقدونيا عشان يلحق يشوف أخبار تيتوس إيه. يبان هنا مشاعر أبوة بولس الرسول. بولس الرسول مش مجرد أسقف أو راعي أو رسول، إنما هو أب الآن جدا على ابنه اللي شد عليه ده ترى صلح حاله ولا لا، الآن على شعب كورنثوس الأفكار الغلط دي هديت ولا لسه، البدع دي اتطفت ولا لسه ماشية، عاوز يطمن. طب واحد يقول طب ما كان ممكن ربنا يطمنه، ما هو يعني بتاع رؤى وبيعرف حاجات كثير. لا، ربنا ساعات مش دايما يتعامل مع أولاده بالمعجزات، فمثل هذا القديس العظيم يقول لم أجد راحة في روحي، زي ما قال في أول إصحاح تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. إذا كان بينضغط نفسيا جدا من مشاعر إحساس الخدمة كلها تقع، معقول كنيسة كورنثوس هيبلعها الشيطان كده، معقول الهرطقات اللي داخلة بسرعة دي، تشكيك في القيامة واستهانة بالتناول وحكاية الألسنة، فكان الآن بس روحيا يعني منزعج مش عاوز الشيطان يغلب. فبيقول لكن ودعتهم فخرجت الى مقدونيا. هم فاهمين ضمنيا انه في مقدونيا قابل تيتوس وعرف الاخبار ففرح جدا. ومن هنا بقى بيقول ايه، ولكن شكرا لله. شكرا لله يعني ايه؟ قابلت تيتوس حكالي الاخبار، فرحت فرح لا يعبر عنه، كنت طاير من الفرح،
لما قال لي الخاطي تاب والكنيسة كلها تابت وبطلوا استهانة بالتناول وبطلوا يتكلموا على بعض بولس وأبولس وبطلوا الحكايات القضاء المدني دي خالص وبقوا خلاص يؤمنوا بالقيامة ورفضوا فكر التهود والفلسفة، فرح جدا فقال شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. يقولوا زمان في البلاد اليونانية بالذات كان في احتفالات النصرة ليها شكل مميز جدا، يدخل الملك المنتصر من دول على فرس أبيض وساعات على حصنة وساعات على أسود وساعات على فيلة، بيبقى موكب ضخم جدا، ويجوا الوزراء وراه ورؤساء الجيش ويجوا وراهم الملوك اللي أسروهم يمشوا وراهم، وتلاقي بقى آلاف مؤلفة بتحتفل وتسقيف وهتافات ويبقى موكب ضخم جدا. المواكب دي على الأرض في احتفالات النصرة من شعب لشعب، إنما معلمنا بولس عايش حرب روحية، هو حاسس إن في حرب مستمرة بينه وبين الشيطان، بين مملكة المسيح له المجد ملكوت الله على الأرض وبين ملكوت إبليس اللي عاوز يغزو النفوس. فلما كسب نفس هذا الخاطي وانتشلها من براثن الشيطان الأسد كان فرحان كأنه انتصر في معركة عالمية، ولما انتشل كنيسة كورنثوس من البدع بصلواته الحارة بتعليمه المستقيم بجهاده بالتلاميذ اللي بيبعتهم يفتقدوهم كان فرحان كأنه راجع في موكب نصرة. فقال بقى عبر عن مشاعره وقال شكرا لله الذي يقودنا، يعني النصرة مش بتاعتي، مش أنا اللي كسبت الجولة، مش شطارتي ولا ذكائي ولا تقوايا، إنما شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي. قال اللي أنا اكتشفته بعد كل الإحباطات اللي جت لي وبعد كل الأيام الصعبة اللي بكيت فيها على خلاصكم وعلى توبتكم، اكتشفت ان ربنا بيسوق كل حاجة كأنه بيسوق موكب نصرة وانا مش داريان. بكل الاحباطات وكل الاحزان كانت جزء من المسيرة، كانت جزء من الحفل، انما احنا كده عايشين في موكب انتصار دائم حتى لو تخللوا جولات كده فيها انهزام او فيها انهيار او فيها احزان، إنما في الآخر هو موكب نصرة في المسيح كل حين. كل حين ده أنت لسه أول إصحاح بتقول تثقلنا جدا فوق الطاقة، طب وماله؟ قال طلعت جزء من المسيرة. إحنا كده كده ربنا شايلنا شايل مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحزان، مهما كانت التثقل، حتى فترة اليأس اللي عدت عليه أو فترة الحزن أو الخوف على الكنيسة، هل كل ده كأنه كان بيسوقني كده في موكب نصرته في المسيح كل حين. تشبيه جميل أن ربنا يسوع له المجد يبقى كده هي ملك منتصر ورا منه بولس والأباء الرسل والأباء الأسقفة والخدام من جيل لجيل وأباءنا الشهداء الأبرار، ويبقى في آخر الصف بقى خالص ناحية تانية الشيطان وكل أعوانه مقصورين مذلولين ملهمش مكان. شكرا لله. معلمنا بولس لما بيصرخ لربنا يعرف كمان يشكر ربنا، لما يحس ان الدنيا فكت والأزمة عدت والكنيسة خدت نفسها تاني ورجعت تاني في الخط المستقيم، يقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. آية جميلة تخلي الواحد حاسس انه مجرد عسكري في موكب، والموكب ده لا يهزم أبدا، إلهنا لا يهزم، رئيسنا لا يغلب مهما كانت الظروف. لازم ده يبقى إيماننا، الذي معنا أقوى من الذين علينا مهما كانت الظروف. إنما ربنا بحكمته بيسمح بجولات يبدو فيها الشيطان منتصرا، يبدو فيها زي ما قال لتلاميذه بصوا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا برضو منتصر، ثقوا أنا قد غلبت العالم. ربنا يسوع له المجد يغلب دائما، ولما نقرأ في سفر الرؤيا بقى نلاقيه كأنه طالع على فرس أبيض وراه فرسان بيض بلا عدد، ويقول خرج غالبا ولكي يغلب،
خرج غالبا ولكي يغلب لا يهزم أبدا. إنما تهيأ للشيطان أو لمملكة الشر أن المسيح على الصليب مهزوم، تهيأ له كده، تهيأ له كده. ليلة ما مسكوه تهيأ لرؤساء الكهنة أن هم أخيرا هيغلبوا المسيح، عشان كده قال لهم ساعتكم وسلطان الظلمة. إنما ما فاتش يومين والدنيا نورت وفجر القيامة طلع، وطلعت برضو إنها مرحلة ضمن مراحل موكب نصرته، يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. كلمة يقودنا دي كلمة جميلة، بتفكرنا بالراعي الصالح اللي يقول إيه، يخرج خرافه، يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها ويتقدم أمامها، والخراف تسمع صوته فتتبعه لأنها تعرف صوته، ولا تتبع الغريب لأنها لا تعرف صوت الغريب. فكرة القيادة دي زي فكرة الغنم اللي يمشي دايما ورا رجلين الراعي. وعشان كده داود لأنه كان راعي قديم يقول إيه، عصاك وعكازك يعزيانني، كأنه غنمة. هنا مش بيتكلم كراعي، ده هنا بيتكلم بلسان الغنم، فبيقول له أنا عامل زي الغنمة، مش طايل حتى بص في وشك، أنت وشك عالي عندي عليا، أنا باصص بس على رجليك، جنب رجلك في عصاية في عكاز يدق على الأرض أنا أحس بارتياح، لأن أنا باصص على عصاك وعكازك، منين ما يدقوا ويتحركوا أنا بجري وراهم، لأنك تقودنا في موكب نصرتك كل حين. طول ما الواحد باصص على ربنا قصاد منه خلاص ماليش دعوة باللي يحصل في الدنيا، أحزان، أفراح، خسارة، مكسب، ضيقات، إفراج، زي ما يعمل ربنا، المهم يفضل قصاد عينينا. زي ما برضو داود يقول جعلت الرب أمامي في كل حين، في كل حين خليك قصادي. موسى النبي ربنا زعل مع الشعب وقال له موسى أنا لو قعدت وسط الشعب هفنيهم بسبب خطيتهم، فأنا مش همشي معاكم تاني. كان متعود يمشي عمود النار وسط المحلة وسط الشعب، الله وسط شعبه حاجة عز، فقال له أنا لو قعدت كده هفنيهم. فموسى يقول له إيه، لا شوف يا رب، إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا. ما كنتش تتحرك قصاد عينينا زي الأول، أنا مش عاوز أمشي، خليني في الصحراء أموت أنا والناس، إنما أنا مش هتحرك خطوة غير لما تكون قصاد عيني. أنت عودتني على كده من أول ما طلعت من البحر، وأنا متعود أشوفك قصاد عيني، هتغيب عني همشي إزاي ورايا ناس كتير قوي. إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا. في واحد يقول له رب خليك قصادي، أنا بخاف من كل حاجة، لكن طول ما أنت قصادي أنا مش خايف، هبتدي يومي أحطك قصادي في صلاة باكر وامشي وراك، وكل خطوة أقول لك يا رب أعمل إيه، خليك قصادي تقودنا في موكب نصرة، كده أنا مش هتغلب، وكده مش هخاف، وكده مش هخسر حاجة أبدا، ومهما كان في صعاب أنا مطمن لأنك أنت القائد مش أنا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. واحد يقول يعني حتى الخطايا دي أو الضيقات اللي عدت على كورنثوس يعني قلبت خير؟ طبعا قلبت خير، ده لولا الناس اللي شككوا في القيامة ما كناش قرينا الإصحاح الجميل بتاع كورنثوس 15 اللي فيه شواهد وإثباتات قوية جدا على عقيدة القيامة. لولا خاطر كورنثوس اللي غلب ده ما كناش اتعلمنا فن الرعاية، امتى الرعي يشد وياخد حذره ويخاف على كنيسته، وامتى يفتح حضنه للخاطر اللي تايب ويقبله بفرح. لولا مشكلة الألسنة ما كناش فهمنا موقع الألسنة ايه، وامتى كانت صح، وليه بدأت تنحرف، والمحبة واولويتها على اي موهبة. كل دي دروس خدناها من ايه، من المشاكل اللي طلعت. فشكرا لله حتى على المشاكل اللي سمح بيها، حتى على الضيقات اللي عدت على كنيسته. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. كل حين دي الوحدة عاوزة شغل. تقدر تقول ان المسيح له المجد هو القائد في حياتك كل حين، ولا في حاجات كتيرة بتعملها بدماغك من غير ما ترجع لربنا؟ طبعا فيه،
على الأقل الحاجات الغلط، أكيد ما كانش المسيح قصاد عينك. لو كان ربنا قصاد عينك ما كنتش عملت كده. اللي منع يوسف انه يغلط وكان فيه الحاح للخطية انه كان شاف ربنا كل حين، خاشة كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، والست تقول له الله مين، فين الله ده، انت شايف حاجة انا مش شايفة حاجة، وهو الله بتاعك ده كان سابك تتذل للذل ده ليه؟ ابدا، هو قال لها سوبي انت مش شايفة حاجة، انا بقى شايف، انا متعود يفضل قصادي كل حين. في المسيح كل حين، كل حين دي عاوزة صلاة كتير عشان تفضل لازق لربنا على طول، تقول له يا رب انا في الدنيا دي خايف، انا صغير، انا مش قد الشياطين ولا افكارهم ولا حيالهم، مش قد الناس ولا مؤامراتها ولا اللي جواها، وانا مسؤول عن نفسي وعن عيال وعن، انا عاوزك تبقى قدامي على طول وتبقى جوايا على طول، وابقى معاك كل حين يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. شوف لما تبقى جوه ربنا كل حين وتبقى لازق لربنا على طول يحصل حاجة جميلة قوي، يقول عنها ايه؟ ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. رائحة معرفته في كل مكان، المعنى ده جميل قوي، يمكن اول مرة يقوله بولس في رسائله، رائحة معرفة المسيح، ويقول لأننا رائحة المسيح الزكية. يعني إيه بولس ريحة المسيح؟ إحنا حتى في بلادنا ساعات نستخدم التعبير ده، يجي واحد كده من البلد يقول لك أنا قابلت فلان من ريحة الحبايب، يكون عيلته كلها هناك، فيجي واحد يقول لك أصل ده من ريحة الحبايب، فيبقى فرحان بيه كأنه شايف خاله وعمه وجده وجاره، لأنه إيه من روحهم من عندهم من ريحتهم. فأول معنى جميل أن اللي يشوف بولس كأنه شاف المسيح، واللي يتعامل مع بولس كأنه تعامل مع المسيح. ليه؟ لأنه من ريحة الحبايب، لأن ريحة المسيح باين عليه. ريحة المسيح باين عليه دي معناها حاجة تانية كمان، أنه بيقعد مع ربنا كتير فريحة ربنا بتيجي عليه، فاللي قابله بعد كده يشم ريحة ربنا فيه. غالبا معلمنا بولس واخد هذا التعبير بالروح من سفر النشيد. في سفر النشيد اول اصحاح العروس بتقول ايه؟ لما يبقى العريس في محضره يفوح او افاح نارديني رائحته، يعني ايه؟ هي تبقى متعطرة عشان قاعدة مع عريس، انما الغريب العطر اللي هي حطاه ما يطلعش ريحة، الريحة بتاعته هو لأن ريحته أجمل العريس المسيح، تيجي عليها فتقول بقت ريحتي أنا حلوة من ريحته، أفاح نارديني رائحته. طب إزاي طلع ريحته هو مش الريحة اللي أنت حطاها؟ تقول أصل أنا متجملة قدامه بس جمالي اختفى جنب جماله، ريحتي أنا كانت حلوة شوية فضائل ولا صلوات ولا أصوام لما قعدت معاه ولا كأني متعطرة، هي الريحة بتاعته هي الريحة النفاذة الجميلة اللي طلعت في هدومي وبقيت ماشية وسط الناس، كل الناس بتقول لي إيه؟ أنت أكيد كنت قاعد مع المسيح. أفاح نارديني رائحته. أنت يقولوا عليك الناس أنت ريحة المسيح، لما يشموا المسيح فيك. يعني إيه يشموا المسيح فيك؟ يعني من كتر قعدتك معاه بيبان المسيح عليك. لسانه الحلو بيبقى لسانك، فكره الحلو بيبقى فكرك، ودعته بتبقى ودعتك، كلامه بيبقى كلامك، طبته بتبقى طبتك، نقوته بتبقى نقوتك، فتبقى ريحة المسيح الزكية. لدرجة واحد من القديسين يقول ايه؟ ضع في قلبك مذبح بخور دائم كي تفوح منك رائحة المسيح. فاهمين المعنى؟ يعني خلي قلبك ده زي المذبح، عمال تبخر جوه، عمال تصلي جوه قلبك، تقوم ريحة المسيح تبان عليك، ريحة المسيح تبان عليك. فيقول يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. أصل الريحة يشمها كل الناس، صغير وكبير، جاهل ومثقف، غني وفقير، مش محتاجة كلام، مش محتاجة كلام، الريحة دي مش محتاجة معرفة. فكأن الشخص الروحي منين ما يروح يتعامل مع أي حد يجد الناس بتتأثر. ليه؟ مش لأنه بيقول كلام حلو، لا مش دي المهمة،
ولا لانه يعرف كتير، برضو في ناس ملهاش في المعرفة او مش هتقدر تستقبل المعرفة دي، انما ريحته حلوة، ريحته حلوة، قعدته حلوة، قعدته جميلة، تحس انك قاعد مع ربنا، رائحة المسيح الزكية. امتى يبقى كلنا نفس ينطبق علينا الكلام ده؟ ده بولس الرسول بيقولها عن نفسه مش بكبرياء بس كحقيقة، لاننا هو واللي حواليه رائحة المسيح الزكية، احنا ريحة المسيح. اصل الناس في الدنيا النهاردة مش شايفة المسيح، طب على الاقل تشم ريحته. لما يقعدوا مع واحد مسيحي حلو مليان نعمة يقولوا اذا كان ده من ريحة المسيح وحلو كده، اما الكام وكام يكون المسيح له المجد. موسى يقعد مع ربنا 40 يوم ينزل وشه منور، الناس مش قادرة تبص في موسى يقول اما الكام وكام يكون جمال المسيح اللي قعد معاه. اذا كان موسى نفسه بقى منور ده يبقى المسيح ده حاجة عالية قوي. يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. تلاحظوا انه دايما بولس ينسب الفضل في كلامه لربنا يسوع، مش يقول ريحتنا اظهرت المسيح، لا، يقول هو يظهر بينا ريحة معرفته، هو بيستخدمنا بطريقته. يظهر بنا رائحته او رائحة معرفته في كل مكان. منين ما نروح الناس تقول انتوا فيكم حاجة غير الناس؟ هو ده المضبوط، هي فعلا فينا حاجة غير الناس، روح المسيح فينا فبين علينا مطلعة ريحة حلوة. لو تفتكروا قصة ساكبة الطيب، ساكبة الطيب دي كانت انسانة غلبانة او محدش عرفها، وغالبا تايبة او فرحانة بربنا، ودي قصة غير قصة المرأة الخطية، وفي قصة ثالثة بتاعت مريم اخت العذراء. المهم ان ساكبة الطيب دخلت دلقت المسيح، حتى دلقت الطيب على ربنا يسوع له المجد، حتى يقولوا ايه؟ انه المكان كله فاح في ريحة الطيب. صحيح خلى ناس يتذمروا، انما ريحة المكان كلها بقت حلوة لانها دلقت الازازة كلها، القارورة كلها. ففي ناس انبسطت جدا بالريحة، الناس البسيطة، وربنا يسوع له المجد اكتر واحد فرح بيها وطوبها، انما واحد زي يهوذا اتغاظ جدا. ده اللي هيخلي بولس يقول ايه؟ لاننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. في ناس تقول دي ايه صعبة، يعني ريحة المسيح الحلوة تخلي ناس تخلص وتخلي ناس تهلك؟ مش الريحة هي اللي هتعمل كده، هي رد فعل الناس هو اللي هيحدد. الناس اللي هتشم ريحة المسيح وتقول الله ريحة جميلة قوي، يا ريت نبقى زيهم، خلاص دول ماشيين صح كده، دول كده هيبتدوا ويمشوا في الاتجاه السليم. وفي ناس تتغاظ وتحقد وتكابر زي يهوذا كده، اصبحت ريحة المسيح الحلوة سبب غير مباشر على الاقل في هلاكه. لانه بولس الرسول لما كان بيبشر كل حتة مش كل الناس كانت بتقبل، في ناس كانت بتقبل وفي ناس كانت بتقلب عليه وعلى اللي معاه وعاوزين يخلصوا منه بسبب كلامه. يبقى كلامه وصل ناس للسماء، وكلامه ذاته خلى ناس تضطهده وتجدف على المسيح بتاعه وتوصل جهنم. طب هل بولس قصد انه يدخلهم جهنم؟ حاشا طبعا لا، لكن رائحة المسيح الزكية كانت سبب خلاص للبعض، وللأسف كانت سبب هلاك للرافضين. في ناس بتكره الصح، لما الصح يبان الناس الطيبين يبانوا، والناس الأشرار برضو بيبانوا لما يبان الصح. فنحن رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. طب ما هو المسيح له المجد نفسه، لما جه العالم هل كل الناس خلصت؟ هو ربنا يسوع له المجد، اللي عاوز لا يشاء ان يهلك احد، هو نفسه تعامل مع الناس، في ناس حبته وتابت وامنت وفي ناس رفضته وهلكت. هل نقول ربنا يسوع له المجد تسبب في هلاك الناس؟ حش قولش كده، لكن هو بدخوله عالمنا فرز الناس نصين، خلى ناس تقبل فتنال عطية الملكوت، وفي ناس بإرادتها الحرة رفضت
وأصرت على عندها، فصار المسيح لها سبب عصرة زي ما قالها الكتاب في وقت تاني. أو يعني هم أعصروا فيه مش لأنه هو غلط، لأن هم غلط فمش عايزين يقبلوا الصح. لأن يجوز واحد يقول أنا في شغلي ماشي عندي أمانة شديدة وبمجد ربنا في كل كلمة وكل تصرف، في ناس بتكرهني، يقول له ما تخافش الكتاب بيقول نحن رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. ما تخافش انت، خليك امين واستمر زي ما انت. في ناس هتشوف المسيح فيك وقد تخلص بسببك، وفي ناس هتكره اكتر وتعند اكتر، همهم على راس. هنعمل ايه؟ طيب لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. يعني الأبرار لما يشوفوا حد حلو يشموا ريحة الحياة يمجدوا ربنا، لما الناس الحلوين يقابلوا شخص قديس أو بار يفرحوا جدا. لهؤلاء رائحة حياة لحياة لأن الريحة بتاعتهم حلوة، هم كمان فرحوا لما قابلوا الشخص ده. لكن في ناس الريحة دي تتسبب ليهم في موت، لأن جواهم موت. معلمنا بولس مثلا دخل في أتينا في سفر أعمال الرسل وعظ وعظة في أريوس باغوس، معقل الفلسفة في الزمن ده. في ناس كثيرة قعدت تتريق تقول إيه الراجل ده بيقول إيه، اللي بيخرف يقول إيه. كمان على آخر الأيام هنسمع واحد بيكلمنا عن القيامة من الموت وسخروا منه. لهؤلاء رائحة موت لموت. في نفس القعدة مع نفس الكلام في ناس التصقوا بيه ومشي وراه وأمنوا وتعمدوا. لهؤلاء رائحة حياة لحياة، هو الريحة اللي جواه ريحة المسيح، تعطي حياة وتعطي موت لمن يرفضها، تحدد موقف الآخرين. ربنا يسوع بيقدم نفسه للكل، من يقبل داخل على الحياة الأبدية، ومن يرفض حدد لنفسه مصير هلاك أبدي. كمان ريحة المسيح فيها موت وحياة. يعني إيه؟ وبيقول لهؤلاء رائحة موت ورائحة حياة. المسيح له المجد في ريحة الموت والحياة. بمعنى إيه؟ بمعنى الموت والقيامة، بمعنى الألم والنصرة، بمعنى الضيق والفرج، بمعنى الحزن والفرح. ما هو المسيح له المجد مش مخلي الحياة على الأرض كلها أفرح بس، لا، فيها ضيقات. ومش مخلي سكة السماء بدون صليب، لا، فيها صليب. فيجوز أنك أنت تأب بتفرح بربنا له المجد في ضيقات وفي أفراح، فتحس أن ريحة المسيح فيها الموت، مش بمقصود بيها الموت الوحش، فيها موت الصليب، فيها آلام الصليب. تقول أنا داخل على ضيقة زي ضيقة المسيح ليلة صليبه، رائحة موت المسيح. طب وماله؟ طب انت ما تخافش منها، دي ريحة جسيماني، دي ريحة عطرة، لأنها نبتت خلاص البشرية كله. ورائحة حياة، أيوة، بعد الصليب لازم في قيامة، فما تخافش، المسيح له المجد جواه حلاوة صليبه وجواه أيضا قوة قيامته. من هو كفء لهذه الأمور؟ يعني إيه من هو كفء لهذه الأمور؟ يعني يا سلام، المسؤولية كبيرة قوي. اللي شايلين ريحة المسيح دول مسؤوليتهم كبيرة، لأن بسببهم يحدد مصير أو مسار الشعوب. مسؤولية كبيرة قوي، أنت شايل المسيح جواك. اللي بيتعامل معاك يعرف المسيح ودخل السماء، يكره المسيح له المجد وحدد لنفسه هلك أبدي. من هو كفء لهذه الأمور؟ نقول له رب، دي مسؤولية كبيرة، احنا مش قدها، دي احنا نشيل اسمك ونشيل ريحتك، ونبقى احنا مسؤولين عن خلاص الناس او عن هلاكهم، دي حاجة صعبة. فبيقول من هو كفء لهذه الأمور؟ يعني دي مسؤولية، الواحد يخاف دايما يقول له رب نجيني من العثرات، نجيني من الدماء، خليني دايما سبب خلاص مش سبب هلاك لحد. لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لأنه تكلم عن نفسه والمجموعة اللي معاه.
واحنا لا بنفكركم ان الرسالة كلها اتكتبت دفاعا عن نفسه تجاه ناس بتشكك في رسوليته، والناس دول ليهم اغراض اسوأ من كده، ينشروا تعاليم خاطئة منها تعاليم التهود، مسيحية مجرد يهودية، او تعاليم الغنوصية اللي هي الفلسفة. دول غاشين كلمة الله. فهو بيقول احنا فينا ريحة المسيح لاننا لسنا ككثيرين، مش بيرضى يقول اسمائهم بس الناس فاهمة، غاشين كلمة الله. يبقى اللي يخلي ريحة المسيح له المجد تفوح منك وتبان عليك، اوعى تغش كلمة ربنا، قدمها كما قصدها المسيح. تقول وانا هعرف منين كما قصدها المسيح دي؟ أغسطينوس يقول كلمة حلوة قوي، يقول لا أعرف الكتاب خارج الكنيسة، لا أفهم الإنجيل إلا داخل الكنيسة كما تسلمته. يعني إيه؟ يعني شوف اللي قبلك علمك إيه وسلمك إيه وكمل. لما تيجي أنت تألف من عندك، طب أنت ممكن تقدم تغش كلمة ربنا. ده بعيد عنكم، الشيطان نفسه بيغش كلمة ربنا. هو لما جه للمسيح له المجد يقول له ارمي نفسك لأنه مكتوب يوصي ملائكته بيك يحملوك كي لا يصدم بحجر من رجلك. مش كان بيعمل ايه؟ كان بيغش كلمة ربنا. هي كلمة ربنا قالت ارمي نفسك؟ ما قالتش ارمي نفسك، ده قال لو حصل وهتقع ما تخافش الملائكة هتشيلك. عشان كده قال له اذهب عني يا شيطان، ما تغشش كلمة ربنا، لا تجرب الرب إلهك. فهنا لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، يعني الشيطان بيعرف يغش في كلمة ربنا. خليك أمين أن تقدم كلمة الله كما قصدها الله، كما هي، ما تغشش فيها. النهارده اللي بيطلعوا إنجيل يهوذا ولا مش عارف دافنشي كود بيعملوا إيه دول؟ بيغشوا كلمة الله، عاوزين يقلبوا الموازين عشان ياخدوا الناس على جهنم، رائحة موت بس، فيش رائحة حياة في الموضوع. ويقول لك أصل دي كلمة ربنا. كلمة ربنا منين؟ ما عندنا كلمة ربنا، والمسيح مسؤول عنها وقال السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي لا يزول، وربنا مش عارف يدافع عن كلامه. طبعا دي بدعة. فبيقول لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص، بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. هو بيتكلم عن نفسه وعن اللي معاه في مقارنة مع المعلمين الكذب والأنبياء الكذب. يقول احنا صدقوني لما بنتكلم بنتكلم من إخلاص، يعني ايه؟ ملناش غرض غير خلاص الناس، مخلصين لكلمة ربنا، عاوزين كلمة ربنا تمتد وتنتشر وكل الناس تعرفها من غير ما احنا نكسب حاجة، حتى لو موتونا في الآخر مش مهم، بس كلمة ربنا تنتشر. في إخلاص في كلمة ربنا، إخلاص في التلمزة على كلمة ربنا، إخلاص في تقديم كلمة ربنا، إخلاص في شرح كلمة ربنا، إخلاص في حفظ كلمة ربنا، إخلاص. في واحد بيشتغل بإخلاص بأمانة، بيذاكر بإخلاص وأمانة، وفي واحد بغش. فأول شرط هنا في خدمة الكلمة كما من إخلاص، أن تكون مخلص لكنيستك ولإنجيلك والكلمة ربنا بأمانة، لكن ما يكونش وراك غلط. بل كما من الله، احنا مش بنتكلم من عندنا، بنتكلم من روح ربنا اللي فينا. ربنا بيدينا الكلام، نتكلم كما من الله، يعني هو نفسه اللي بيتكلم على لساننا، هو اللي نفسه اللي بيدينا نقول ايه، بيدينا نقول ايه. يعني في سفر الأعمال، عشان احنا في صيام الرسل ومشغولين بأعمال الرسل، تلاحظوا لما حبسوا بطرس ويوحنا في السجن وطلعوهم بعد شوية، راحوا تلموا على الآباء الرسل وقفوا يصلوا، قالوا أعطي، وهم بيصلوا صلوا ربنا قالوا له كده، أعطي عبيدك أن يتكلموا. ادينا يا رب كلام، ادينا الكلام، احنا ناس برضو لسه على قدنا. أعطي عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. فيقولوا ايه؟ تزعزع المكان من صلاته. يعني ربنا قال لهم حاضر هديكوا كلام من عندي، يبقى مش بتتكلموا بلسانكم، اعطيكم فما وحكمة لا يستطيع مقاومكم او معاندكم ان يقاوموها.
مهما حصل. ليه؟ كما من الله، ده مش كلام بشر، ده كما من الله. مش بس كده، كما من إخلاص، بل كما من الله نتكلم أمام الله. دي تضيف حاجة تانية. ده الرسول من دول وهو بيتكلم بيتكلم الكلام ده يلو من ربنا، وهو بيقوله كأنه أمام ربنا بيتكلم. يعني تصور معايا واحد بعتك برسالة تقولها لشخص، وبعدين وانت وصلت عند الشخص فكرت تغير في الكلام، لقيت الشخص اللي بعتك بالرسالة قاعد مستني جنبه، هتقول ايه؟ طب ده انت جايب الكلام منه، هتقوله قدامه، هتقوله قدامه، مفيش مجال ابدا انك تغير فيه كلمة، لانك تتكلم امام الله. عارفين لما يكون مدرس داخل للتلاميذ والمفتش اللي حاطط المنهج دخل له الفصل، اللي حاطط المنهج يبقى يتكلم امام اللي حاط المنهج. فاحساس الخادم اللي بيخدم انه مش بيتكلم من عندياته، ده بيتكلم من عند ربنا وبيتكلم قدام ربنا، يعني ربنا شاهد على كلامه. مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره. كل خادم بيتكلم يحس باحساس المسؤوليه، لاننا نتكلم من الله امام الله. من الله دي نعمه واخدها عشان تتكلم، وامام الله دي شهادة ربنا على كلامك، يا ترى قلت الحق ولا لا؟ قلت الحق ولا لا؟ في المسيح عشان توصل للمعادلة الصعبة دي، انك تاخد الكلام من ربنا وتقوله قدام ربنا، لازم انت تبقى ايه؟ لازق لربنا يسوع. يبقى المسيح مليك، تبقى في الروح القدس، تبقى في روح الصلاة، تبقى بتقول له يا رب اديني كلام ووصل الكلام لقلوب ولادك. تكلم أنت يا رب، ليس بسبب خطاياي الخاصة ونجسات قلبي تحرم شعبك أو تمنع شعبك. لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله. إشارة للكثيرين هنا أنه عاوز يقول في ناس كثيرة بتغش وبيغشوكم، وبيقولوا علي كبولس أني مش رسول، وبيدعوا أن هم اللي بيقولوا الحق. احنا مش زي الناس دول، انما نتكلم من اخلاص، بل كما من الله نتكلم امام الله في المسيح. منتهى النقاوة والقداسة حتى في خدمة كلمة ربنا. افنبتدئ نمدح انفسنا؟ هو متوقع رد فعل المستمع، فهيجوا الناس الجماعة دول الكذابين دول يقولوا له بس، هيبتدي يشكر في روحهم، هيبتدي يتكلم عن نفسه ويقول احنا بنتكلم من ربنا وقدام ربنا ومخلصين. قال بس هيقولوا علينا بنمدح نفسنا، وانتوا فاكرين ان احنا محتاجين نمدح نفسنا؟ فبيقول ايه؟ افنبتدئ نمدح انفسنا؟ ده سؤال استنكاري، يعني عاوز يقول حاش، احنا مش بتوع نتكلم عن نفسنا ابدا، احنا بنقول لكم الصح يمشي ازاي، وحاطين نفسنا قدوة قدامكم في الصح، لكن احنا مش بنقول كده كمديح لنفسنا، لاننا لا نحتاج مديح. افنبتدئ نمدح انفسنا ام لعلنا نحتاج كقوم زي ما قال كالكثيرين؟ يقول في ناس اصلها بتعمل ايه؟ تحتاج رسائل توصية اليكم ام رسائل توصية منكم؟ recommendation letters. يعني ايه؟ في ناس بقى من دول كانوا بيشتغلوا لحساب بعض وبيقدموا بعض للبتوع كورنثوس عشان يلخبطوا تفكيرهم. قال لهم احنا تفتكرونا محتاجين حد يوصي علينا عشان نتكلم معاكم، ولا احنا يهمنا قوي رأي الناس فينا ولا مديح الناس لينا؟ احنا يهمنا ربنا اللي بنشتغل معاه وبنشتغل ليه، يا ترى موافق على اللي بنقوله ولا لا؟ راضي عننا ولا لا؟ نحن لا، كأنه بيقول نحن لا نمدح أنفسنا أبدا، ونحن لا نحتاج رسائل توصية من أحد، لأن اللي موصي ربنا ذاته. برضو حكاية التوصية دي، تصور معايا أنك في شغلك، قاعد في شغلك أيا كان مجالك، ودخل لك واحد بكرت من مثلا وزير يقول لك يا فلان اهتم بفلان. طبعا أنت تسيب كل اللي في إيدك وتركز بقى في الشخص اللي متوصي عليه ده من وزير، برضه حاجة كبيرة. طب بالك بقى لما جاي لك الكارت
بيقول لك ربنا يسوع اهتم بفلان ده ابني، تعمل ايه بقى؟ هو ده اللي بيحصل. الخدمة توصية من الله ذات، ربنا هو اللي موصي. فقال لهم انتوا فاكرين انا مستني من حد يوصيني عليكم؟ يوصيني عليكم ليه؟ ده انا اللي موصيني عليكم، ربنا يسوع له المجد. انا مش محتاج حد يوصيني، ولا محتاج انتوا توصوني على حد، انا اللي بيوصيني بس ربنا. وعشان كده يكمل بيقول انتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا. لو رفضتوني، لو اتكلمتوا عليا، لو قلتوا فيا اللي تقولوه، لو موتوني وقطعتوني، هتفضلوا رسالتي لان المسيح موصيني عليكم. ده اللي يقصده، انتم رسالتنا مش بكروت ولا بجوابات، مكتوبة في قلوبنا. عاوز يقول الروح القدس اللي فيا موكلني عليكم، محسسني بالمسؤولية عليكم. وانا لو مش حاسس بالمسؤولية كنت حزنت ليه؟ وكنت تعبت ليه مع اخباركم لما كانت ملخبطة؟ وكنت تألمت ليه وبكيت ليه وصهرت ليه وبدموع كثيرة كتبت لكم الجواب ليه؟ ده لان انتوا رسالتي مكتوبة في قلبي. شوفوا هنا بقى الصدق والنقاوة. المسؤولية مش لان فيها كرامة ولا لان الناس هتشكر فيه، بل ده هو حياته كلها كانت الام. النهارده بس اللي بنقول بولس ده حاجه عظيمه جدا، انما في وقته كانت حياته كلها تعب. لكن احساس المسؤوليه نابع من ايه؟ من داخله. زي ما قال في حته تاني، الضروره موضوعه عليا. الخدمه كده احساس داخلي بالمسؤوليه. حتى لو مفيش كرامة، حتى لو مفيش مجد، حتى لو مفيش مقابل، حتى لو مفيش إنجازات، تفضل الحكاية جوه القلب. أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس. مش محتاجة شهادة حد. يعني إيه؟ يعني الناس كلها بتقول دول اللي بشرهم بولس مهما الناس عملت. يعني النتائج في الآخر بتبان، التاريخ نفسه هيقول. حد فينا يعرف مين المعلمين الكذبة اللي في كورنثوس؟ اختفوا في التاريخ لأنهم كانوا غير صادقين. إنما النهاردة بنقول رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس مؤسس الكنيسة، معروفة ومقروءة من جميع الناس. يعني إيه؟ يعني أنتوا تقدروا تقروا كمان الصدق اللي فينا، تقدروا تعرفوا مين اللي صادق معاكم ومين اللي غاش، مين اللي له غرض ومين اللي مالوش غرض غير خلاصكم. فقال معروف ومقروء من جميع الناس. يعني اللي بيعرف يقرا ويبص هيشوف ان بولس غرضه نقي وليس له غرض الا خلاص الناس. ظاهرين، وبعدين لانه اتكلم عن نفسه كعادة بولس، اتكلم عن نفسه وهو ما يقصدش كرامة ومديح، يرجع بسرعة يظبط الكلام على ربنا مش على نفسه. فيقول ظاهرين انكم، يعني عاوز يقول اقصد اقول انتم رسالة المسيح مخدومة منا. يعني ربنا هو اللي عاوزكم فبيحركنا عشانكم. لكن انتم مقصودش رسالتنا، يعني انا عاوزكم ليا، لانتم رسالة المسيح مخدومة منا. يعني ربنا عاوزكم باي طريقة فبيشغلنا عشان نجيبكم، بيزقنا عشان نشدكم. لكنهم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. كلام طبعا جميل وعميق. قال لهم انا مش مستني جواب مكتوب بقلم وحبر، ده جوايا صوت ربنا كل يوم بيزن علي عشان خلاصكم، خايف عليكم وبصللكم، لان انتم المسيح له المجد عاوزكم. فمخدومة منا، أنا مجرد خدام. زي ما قال في كورنثوس الأولى، أنا غرست وأبولو السقى ولكن الله كان ينمي. ليس الغارس شيئا ولا الساق، بل الله الذي ينمي. نحن عاملان مع الله، أما أنتم فبناء الله. إحنا فلاحين مع ربنا، أما أنتم ففلاحة الله. أنتم شغل ربنا الشاغل، إحنا مجرد شغالين عنده. وكل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه. أنتم رسالة، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. كأن الروح القدس لما يملأ قلب الواحد يشغله بخلاص الناس. على مستوانا احنا بقى البسيط كلنا،
الروح القدس لما يحركك هيشغلك بأهم رسالة في الوجود، انك تجيب ناس لربنا، انك تعرف الناس سكة ربنا، انك تظبط سكة الناس على طريق الملكوت وتقول لهم انتم ماشيين سكة غلط، انك تسيب كل حاجة شغلاك وتنتبه لأخطر مهمة، انك انت واللي حواليك تدخلوا السماء بدل ما تدخلوا جهنم. فبيقول مكتوبة في قلبنا مش بحبر وقلم لكن بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. يفكرنا انه كان زمان ربنا كتب على لوح الحجر، قال النهاردة ربنا بيكتب في القلوب بإيده بروحه. الروح القدس اللي كتب لوحي العهد وتسلمهم موسى ثم اتكسروا أول مرة كانت إشارة لإيه؟ لأن في طريقة متقدمة أكتر بعد كده في العهد الجديد، إنه مش هيتكتب الكلام على ألواح حجرية بل هتبقى في ألواح قلب لحمية. إنه أغنى ما في العهد الجديد هو قلبك اللي الروح القدس بيكتب فيه، أغنى من التابوت العهد اللي كان عند اليهود اللي كان جواه لوحي العهد اللي ما كانش بيلمسه غير الكهنة. إنما النهاردة أنت قلبك الروح القدس بيكتب فيه، لو أنت عرفت المعنى ده هتعيش قلبا وقالبا لله، هتبقى حاسس بمعنى أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. كل اللي فات كان إشارة إلى سعادته الشديدة جدا بأخبار كورنثوس لما تاب، وفرحته بطيطس اللي سماه أخي وهو تلميذه لما جاب له الأخبار المفرحة، وتشجيعه ليهم بعد ما شد عليهم في الرسالة الأولى إن هم مشوا صح وتابوا صح فأصبحنا كلنا في موكب النصرة، وأمنت صدقه في التعامل معاهم إن فرحته دي ليست بأي غرض إنما بإخلاص لأنه بيقدم صوت ربنا كأنه بيتكلم قدام ربنا في المسيح. وقال لهم أنا بقى مش زي غيري، لا محتاج حد يوصي ولا أنا محتاج يعني توصيات من حد ولا منكم، أنا المسيح له المجد اللي موصيني وكاتب أسمكم في قلبي بروحه، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.